طيب الناس بقى تركز معايا كده شويه. احنا اتفقنا ان هنبدا في الجزء الثالث. الجزء الثالث مكون من 3 دروس. الدرس الاولاني بيتكلم على الابلكيشن لايف سايكل مانجمنت، اللي هو اداره دوره حياه الابلكيشنز، وده جزء هيبقى نظري شويه. الجزء الثاني هيبقى ازاي تحدد الابلكيشن سبيسيفيكيشن، ايه مواصفات الابلكيشنز وتختاره على اساس ايه. والدرس الثالث بيتكلم على understanding algorithm and data structures. فانا هبدا من الدرس دوت خلاص، اللي هو understanding algorithms and data structure، عشان حاجه متعلقه شويه بالبرمجه قبل ما نبدا نخش في الجزء اللي هو النظري. فبيتكلم معايا في الليسن اوفر فيو، بيقول لي في الليسن دوت انت المفترض تتعرف على شويه حاجات، منهم حاجه اسمها array وحاجه اسمها stacks وحاجه اسمها كيو وحاجه اسمها لينكد ليست وحاجه اسمها سورتنج الجوريزمز. بعد كده بيتكلم على حاجه اسمها performance implication of various data structure. بيتكلم على data structure، فبيقول لك ازاي نقدر يعني نختار حاجه تعلي من مستوى الاداء، يعني مش بس انك تكتب الكود ويقضي العمليه وخلاص، تمام؟ ممكن تبقى في مفاضلات ما بين ايه مستوى اداء الكود ده عن الكود ده، خلاص. فهنا بالاخر بيقول لك choosing the right data structure، بتختار الكود اللي بيعمل لك الاستراكشر اسهل واسرع ازاي بناء عليه يعني، او الطريقه الاسهل يعني. طبعا هو الباب ده لما تيجي تخش فيه كلوجيكال بقى يتوسع معاك جدا جدا، لكن احنا هنتكلم عليه من باب معرفته يعني والاطلاع عليه، خلاص. فبيقول لي وهنتكلم برضه على كل الامكانيات اللي فيه، بس المفترض ان هو لو كنت عايز تحله انت وتعلم اللوجيك اللي فيه، فانت محتاج وقت كبير عشان تتعلم اللوجيك، لوجيك اللي هو التفكير يعني. جايدنج كويشنز، بيقول لك هاو ماني ديفرنت داتا ستراكشر دو يو ريكول. طبعا انتوا مش عارفين ايه داتا ستراكشر اصلا، خلاص. فداتا ستراكشر برضه مش عايزين نترجمها كترجمه، لا، داتا ستراكشر دي مجموعة من الأدوات، خلاص، أدوات برمجية يعني، أو أساليب برمجية من خلالها بننسق التعامل مع البيانات. يعني مثلا على سبيل المثال أشهر مثال دايما اللي هو مثلا على سبيل المثال عايز أعمل سورت البيانات، عايز أعمل سورت لبيانات، في عنده طرق كتير للسورت، في طرق كتير جدا أرتب بيها البيانات، برتب بطرق مختلفة كتير، إزاي أفاضل ما بين الطرق المختلفة ديت وقول دي أفضل من دي ودي أفضل من دي. لا، هو أنت لو بتعمل كذا يبقى دي أفضل، لكن لو بتعمل كذا يبقى دي أفضل، فاهمني إزاي؟ إزاي أقدر أقيم بالشكل ده؟ خلاص؟ هو بيقول in which situations would you choose to use one over another، يعني إيه اللي بيخليك، إيه الحاجات اللي بتخليك تختار واحدة وما تختارش الإيه؟ التانية، وليه؟ طيب، بيقول in what ways are data structures similar؟ إمتى بيبقوا مختلفين وإمتى بيبقوا متشابهين، خلاص. كويس، قبل كده بدخل بقى على هيقول لي تعالى راجع مجموعه من التيرمز قبل ما نخش في الموضوع. يعني ايه الري؟ الري دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا الفاريبل في حد ذاته عباره عن مكان في الذاكره، صح كده؟ مكان في الايه؟ في الذاكره، مالوش اكتر من كده. لكن الري عباره عن مجموعه متسلسله من الاماكن اللي موجوده في الذاكره، يعني مش مكان واحد، لا، ده اكتر من مكان. فاكرين زمان لما قلت لكم او في اول الكورس لما جيت اتكلم عن المتغير الفاريبل وقلت ايه؟ ان الفاريبل عباره عن زي الشقه بالظبط، بتشيل رقم او مجموعه ارقام، بتشيل رقم او مجموعه ايه؟ ارقام جوه، خلاص؟ كاسره واحده، قطعه واحده، 15 20 10 2 3، هي برده في الحاله الاخيره هي قطعه ايه؟ قطعه واحده. لكن لما تيجي تدخل اسره ثانيه، الاسره هنا بتطلع بره على طول، خلاص، ما يشيلش اكتر من اسره واحده، يشيل هي ال 100 هي حته واحده، الخمسه حته واحده، الواحد حته واحده. بس لما تيجي تحط ثلاثه، اللي في الذاكره بيحصل ان ان الرقم القديم بيطير والرقم الجديد هو اللي ايه؟ هو اللي بيتحط، بس خلاص كده القضيه خلصت. فلقيت فكره الاريت تحل محل المشكله دي على افتراض ان انت عايز تشيل مجموعه من البيانات عشان تقدر تتعامل معاها. فجت الاريت فكرتها تقول لك لا، انا هعمل زي كده بالظبط، زي عماره، زي ايه؟ زي عماره. فيبقى عندي متغير في الدور الارضي، متغير في الدور الاول، متغير في الدور الثاني، متغير في الدور الثالث، متغير في الدور الرابع الى اخره، مرصوصين كده فوق بعض.
فتيجي انت سيادتك تقول خلاص انا عايز اسكن الخمسه دول في الدور الارضي، عايز اسكن السته دول في الدور الايه الثاني، عايز اسكن السبعه دول في الدور الثالث، عايز اسكن الثمانيه دول في الدور الرابع، وابدا ارص البيانات بتاعتي ايه في الادوار، يبقى انا قدرت احتفظ باكتر من قيمه. واحد تاني يقول لي كنت ممكن احلها بشكل تاني، اقول له ايه هو؟ يقول لي كنت ممكن اعرف مثلا انا عايز اشيل 10 او معرف 10 متغيرات. حل برضه، حل انك تعرف 10 متغيرات عشان تشيل 10 قيم. خلاص؟ طب افترضنا كتروا شويه بقوا 100، مش معقوله تيجي تقول لي انا اعرف 100 متغير واتعامل مع 100 قيمه ب 100 متغير، صح ولا لا؟ فاكر فكره المصفوفه تقول لك لا انت تعرف ايه مصفوفه كانها متغير واحد بس ما اسمها مصفوفه. خلاص بترص جواها القيم اللي انت ايه؟ اللي انت عاوزها. خلاص دي فكره المصفوفه. لكن برضه ما زالت فكره المصفوفه انك لو جيت قلت سكنت ثلاثه في الدور الارضي وجيت سكنت بعدين خمسه برضه هيمشي الثلاثه ويتحط مكانهم الخمسه والثلاثه دي راحت من الذاكره، الثلاثه دي راحت من الذاكره، يعني كل خانه في المصفوفه تعتبر فاريبل. كل خانه في المصفوفه تعتبر ايه؟ فاريبل واحد. فلو جاي يعرفني نقطه قال لي a list of data values هي قائمه من مجموعه بيانات، خلاص كده؟ من قائمة تخص بيانات. all of same type. all the same type يعني كلهم بيبقى نوع واحد. يعني لو انت عامل الاريلي بتاعتك دي رقمي. طيب. يعني قلنا نوع واحد يعني لو المصفوفه بتاعتنا بتشيل ارقام تبقى كلها زي بعضها ارقام، بتشيل نصوص يبقى كلها على بعضها ايه؟ نصوص، تواريخ يبقى المصفوفه كلها بتشيل تواريخ، خلاص؟ وقلنا لو انت عايز تشيل فيها حاجات مختلفة شوية هتضطر تعرفها من النوع اوبجكت، تضطر تعرفها من نوع ايه؟ من نوع اوبجكت، وساعتها بقى تبدأ تتعامل معاها بقى مع كل خلية تسأل بقى هي نوعها ايه عشان تقدر تحدد يعني. خلاص؟ طيب. فبيقول لي any element of which can be referenced by an expression. بيقول لي كل عنصر في المصفوفة، كل عنصر في المصفوفة بنزود عليه كلمة أو علامة expression يعني نحدد فيه الخانة، نحدد فيه الخانة اللي هو مثلا لما نيجي نقول اكس اوف زيرو ما بين قوسين مربعين كده، خلاص؟ عشان نحدد المكان. وبيبقى مكون من consisting of the array name، يعني بكتب اسم الاري نيم، اسم الاري مثلا اكس followed by an indexing expression، وبعدها بنقول حدد تعبير رواه، تعبير رقمي بمشي دايما من الصفر 1 2 3 4، خلاص؟ طيب هنشوفها دلوقتي كمان شويه، ما اعرفش في امثله هنا ولا لا، في امثله اهي ورا، خلاص؟ فاحنا مش مستعجلين ان احنا ايه هنتكلم بس عليها دلوقتي، خلينا ماشيين بالترتيب بتاعه، بعد كده كده هنشوف ايه تمارين عليها. طيب الداتا ستراكشر بقى، الداتا ستراكشر بيتكلم على مفهوم الداتا ستراكشر، بيقول ان اورجنايزيشنال يعني سكيما، يعني منظور تنظيمي، هو منظور خلاص تنظيمي. يعني مثلا على سبيل المثال بيقول لك ريكورد سجل مثلا في الداتابيس كده مترتب، او اري خلاص، او اري مجموعه من العناصر المتسلسله. ذات كان بي ابلايد تو داتا تو فاسيليتيت انتربريتنج ذا داتا، يعني بيقول لك عشان تسهل او تديك قدره على تفسير البيانات بشكل مرتب، او performing operation. performing يعني اتعلم من اداء، من مستوى اداء operations يعني عمليات معينه on it على البيانات اللي موجوده. فعرفنا كده ان الداتا ستراكشر هو عباره عن اسلوب تنظيمي خلاص بنطبقه على البيانات عشان نقدر نتعامل معاه بشكل اسهل، او نقدر نحسن من مستوى اداء العمليات عليه، او نقدر نحسن مستوى اداء العمليات ايه عليه. دي فكره كلمه داتا ستراكشر عموما. خلاص في حاجه ثانيه زي الاري اسمها لينكد ليست، حاجه اسمها لينكد ليست. ولينكد ليست ما تبقاش بقى مصفوفه كده، لا بتبقى ليست اوف نودز. يعني ايه نودز؟ نود هنا معناها ايه؟ يعني مش عايزين نترجمها عقده وكلام من ده، بس انا اقصد اقول ايه؟ طرف، سميها طرف خلاص، اكنها كده زي ايه؟ زي شجره، او زي انتوا بتيجي تقول لك ايه؟ الحته اللي متقسمه لحتتين، انتوا مطلع خط كده يمين وخط شمال، صح؟ لا هي نفس الفكره كده، بتبدا تتقسم الى ايه؟ الى الشكل اللي احنا بنتكلم عليه دوت. خلاص نودز اور اليمنتس، ممكن تسميها اليمنتس اوف داتا ستراكشر كونكتد باي بوينترز، وفي مؤشر هو بيربط مجموعه من بعض، يعني في مؤشر رابط ثلاث اطراف تحتيه، ومؤشر ثاني رابط ثلاث اطراف تحتيه، ومؤشر ثالث رابط ثلاث اطراف تحتيه، والثلاثه دول متربطين بطرف فوقيهم. الطرف ده اسمه بوينتر، حاجه بتشير الى البيانات الايه؟ الحقيقيه. فالبيانات بتترص في نودز، البيانات بتترص في نودز، ويبقى في بوينترز يقول لك البيان ده موجود فين. يعني مثلا على سبيل المثال
انا عايز ارتب الناس اللي موجوده قاعدين قدامي. على فكره الداتا ستراكشر دي ممكن واحد يشرحها يعني في كورس لوحديها ومش هيخلص يعني. خد بالك من ده، بس انت بتاخد عنها لازم عارف يعني ايه داتا ستراكشر. ما ينفعش يكون مش عارف يعني ايه داتا ستراكشر. مثلا عندي الناس هنا اهي اللي قاعدين قدامي مش مترتبين، خلاص كده قاعدين اي ناس جنب بعض وخلاص. فانا عايز مثلا ارتب مثلا مثلا على سبيل المثال الذكور لوحدهم والناس لوحديهم، بس بطريقه تسرع الترتيب، تسرع عمليه البحث. هعمل ايه؟ طبعا احنا بنعتمد على النظر، بنعتمد على النظر. لكن لو ايه، مش بتعتمد على النظر، على بيانات مثلا مش مترتبه كده ورا بعضيها. اعتبر ان انتوا كده سجلات في داتابيز. ايه ببساطه اهو، 100 سجل في داتابيز. خلاص اكن كل واحد فيكم ليه سجل في داتابيز. في عندي مؤشر واحد بس اللي واخد ام، ذكر اللي واخد اف يبقى انثى. ماشي، انا عايز بقى مثلا بعد اخر واحده اجيب اللي بعدها، ان شاء الله تكون بعدها ب 20 سجل او بعدها ب 20 واحده وراء او 20 واحد في النص. فانا مثلا ببحث عن البيانات بتاعت البنات، انا مش عايز امشي بقى بنت لا بنت لا بنت اه معانا بنت اه معانا بنت اه معانا بنت اه معانا بنت لا بنت لا بنت لا بنت لا بنت لا بنت اه معانا. خدتوا بالكم من اللعبه؟ انا مش عايز كده. اعمل ايه بقى؟ اعمل حاجه اسمها بوينتر ويشير معايا للنود. كل بيانات بنت هي نود خلاص، لكن في بوينتر. اقوم جاي هنا مثلا في الداتابيز وعامل كده جدول بسيط صغير معايا الايه؟ اول بنت رقم 3، يبقى اول سجل رقم 3 خلاص. واجي عند البنت في السجل رقم 3 تشاور اللي بعديها تقول 4، واللي بعدها تقول ايه؟ 5، واللي بعدها تقول ايه؟ 6، اللي بعديها ما تقولش 6 بقى لان عندي بقى 7 8 9 10، اللي بعدها تقول ايه؟ 10، تكتب بعدها 10. فانا باجي ادور على السجلات اقوم اطلع على طول على اول واحد، اول واحد مين؟ 3. اقوم رايح على 3 اقوم جايب بياناته، ما ادورش بقى ابص على اي على على على, على البوينتر بتاعه هو بيشير لكام، يقول لي بيشير ل 4، اقوم جايب بيانات 4. 4 بيشير لكام، يقول لي بيشير ل 5، اقوم جايب بيانات 5. 5 بيشير لكام، يقول لي بيشير ل 6، اقوم جايب بيانات 6. 6 بيشير لكام، يقول لي بيشير ل 10، اقوم نطلع على 10 على طول. مش لسه بقى هعدي على بيان موجود عندي. شفتوا الفكره؟ خلاص شغل كده ايه، فاخر فاخر يعني. خلاص طيب ازاي يتعمل؟ ايه ازاي بقى يتعمل بقى؟ خلاص دي فكره لينكد ليست يعني. الكيو، الكيو ده اللي هو ايه؟ على فكره انت لو حاولت بس تفكر في الحته دي وتعملها كده برمجه كده، لو هتعملها مع داتابيز وتظبطها والحته تبقى يعني ايه؟ مش حكايات، مش سهله. حلوه بس عايزه دماغ عاليه، عايزه دماغ عاليه. ماشي، الكيو، الكيو الطابور ده خلاص انتوا بيسموه الطابور، يمكن انا اتكلمت عليه ده. فيفو، فاكرين لما قلت ليفو خلاص؟ ايوه ده بقى فيفو بقى، اللي هو فيرست ان فيرست اوت، اللي يجي الاول يخرج الاول يمشي الاول، ده طابور العيش خلاص كده. خلاص اللي يجي الاول يمشي الاول، غير الاستاك. احنا فاكرين الاستاك كان بيمشي بطريقه مختلفه خالص خلاص. فبيقول لي، بيقول لي مالتي اليمنت داتا ستراكشر، خلاص ماشي، مجموعه من العناصر خلاص. باي ستريكت ديفينيشن، ليها تعريف محدد يعني ما علينا من تعريفها. الاليمنتس كان بي ريموفد اونلي، يعني اي اليمنت عايز تشيله من الطابور تطلعه خلاص. ان ذا سيم اوردر، في الترتيب الطبيعي بتاعه اللي هو which they were inserted، اللي هو دخل بيه. تيجي بتشيل بالطريقه اللي دخل. خد بالك هنا بنتكلم على الكيو، الكيو لما تيجي تتعامل معاه بيشيل لوحده اوتوماتيك. يعني انت بتدخل بيانات، اول ما تسترجع بيان بيبقى طلع من الذاكره خلاص، استرجعت عرضته بقى عملت بيه عمليه ماليش دعوه، المهم هو طلع من الكيو. هتسترجع بيان تاني كده خلاص طلع من الكيو. زي بالظبط الطابور بتاع اي حاجه، يبقى عندنا مثلا 10 واقفين قدام الشباك خلاص، طالما بتتعامل مع واحد منهم ده ما بقاش تبع الطابور خلاص، ده دخل جوه في المكتب وخلاص بتعمل البيانات بتاعته، لكن الباقي ده طابور، لكن الباقي ده مخرج بره الايه؟ الطابور خلاص. فاهمين الفكره بتاعتها؟ فتيجي بقى تيجي تسترع واحد من الطابور، هنا بيقول لي زي ما دخلوا بالانسرت يطلعوا بالريموف. يعني زي انت دخلت مثلا انسرت واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، يبقى هيطلعوا ليه؟ الواحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، يطلعوا بنفس الترتيب اللي هم دخلوا ايه؟ بيه خلاص. فده بنسميها فيرست ان فيرست اوت في فو كونسترينت. طيب في حاجه اسمها سورت الجوريزم، سورت الجوريزم اللي هو ازاي طرق الترتيب. طرق الترتيب دي اشهر حاجه ممكن تخش بيها علشان تقدر تعرف تعرف الداتا ستراكشر واسلوب الداتا ستراكشر عموما خلاص. هو بيتكلم هنا على السورت الجوريزم، بيقول لك ان الجوريزم، الجوريزم يعني كود. على فكره الكود هنا، الالجوريزم هنا مش معناه مش لازم كود 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 يعني مكتوب اللي هو فوق السيمي كولون منسيه، لا مش كده. كود حتى ولو كان شخبطه، كود حتى لو كان كروكي، دي معنى كلمه الجوريزم، نقدر نقول عليها كود كروكي
نقدر نقول عليها كود ايه؟ كود كروكي. المهم ان هو ايه الفكره بتاعت الكود تبقى اصل خلاص كده. فبقول لك الالجوريزم هو عباره عن ايه؟ ان الجوريزم ذات بوت ا كولكشن اوف داتا، هو عباره عن كود مكتوب كده كروكي بيحط مجموعه من البيانات اليمنتس انتو سام سيكونسد اوردر، بنحطها بترتيب معين خلاص. sometimes based on one or more key values مش عارفين ايه اليمنتس، ساعات بنحدد على بناء على بيانات معينه او من غير ما يهمنيش. المهم ان احنا بنحاول ايه نعمل ايه نعمل ندخل شويه مجموعه بيانات تخش على عمليه معينه يطلعوا مترتبين، يطلعوا ايه مترتبين خلاص كده. مترتبين بقى بناء على حاجه بقى على حسب بقى كل بقى ايه الجوريزم ودماغه. واحد يجي يقول لي زي ايه يعني، اقول له صبرا كل ده هيجي بالتفصيل، هيجي امثله على السورتنج الجوريزم دلوقتي بقى بنستعجل فيها. اما بالنسبه للستاك ريبريزنت ا فاريبل، هو بتعرض لك عباره عن فاريبل سايز خلاص، بس شغال باسلوب اللاست ان فيرست اوت. اللاست ان فيرست ايه اوت ليفو اللي هو ايه كوليكشن، مجموعه من البيانات، جه واحد الثاني الثالث، هتسحب تسحب مين؟ الثالث. فاهمين الفكره؟ طيب of an instance of the same يعني بنفس طبعا برضو نفس النوعية لازم تكون مشتركة خلاص كده. طيب حلو، بعد كده بيتكلم بقى بالتفصيل بعد الترمز ديت، بيتكلم ايه هي data structure. فبيتكلم بيقول الكلاسز يوز تو اورجنايز الكلاسز، احنا خدناها عشان كده حبيت اجيب الموضوع ده ورا ده. بيقول هي تستخدم لاورجنايز الداتا بطريقة برتب بيها البيانات بتاعتي، and provide وبتديك various operations، بتديك مجموعه من العمليات المختلفه، انك تقدر تحط مجموعه من العمليات الايه المختلفه upon the data بناء على البيانات اللي موجوده فيها خلاص كده. دي فكره الكلاسز خلاص كده. بيتكلم بعد كده بيقول لك the type of data structure، نوع data structure used for an algorithm. لا هو مش كده خالص، هو بقى عباره عن ايه يعني حل منطقي ككود كروكي، حل منطقي في كود كروكي كده can determine its performance، بيقدر برضو يحدد من خلاله لا والله انت لو عملت كده هتاخد وقت طويل، لكن لو عملت كده هتبقى الوقت اسرع. يعني مثلا جمله السيلكت العاديه بتعدى على كل البيانات، عشان سيلكت اقول له سيلكت استرسك فروم امبلويز وير ان الجندر مثلا ايكوال اف فيميل يعني، فهيدور لي هيجيب لي كل الناس الاناث. فهو في الحقيقه بيعمل ايه؟ شغال سجل سجل ويشوف ده ناس لا لا يسيبك منها معاه فبياخد وقت طبيعي. لما تكون بقى توقع ان عندك جدول مثلا في مثلا كام مليون سجل خلاص، بتقول له سيلكت ليا الناس، ما تتخضش، في اماكن كتير جدا فيها جدول واحد بيبقى فيه ملايين السجلات، جدول واحد حاجه سهله جدا يعني، في اماكن كتير كده جدا. يجي يقول لك ايه انا عايز مثلا سلكت الناس اللي هم من سوهاج مثلا، هيطلعوا كام واحد؟ ممكن يطلعوا 10 او 5 من كام؟ من 3 مليون سجل مثلا او 2 مليون سجل. تعمل ايه سيادتك بقى ساعتها؟ هتعدى على 3 مليون سجل يا راجل؟ مفيش في قلبك ايمان هتمشي على 2 مليون 3 مليون سجل عشان تجيب 5 6 انفار؟ ايه اللي كام ثانيه؟ ايه هتاخد كام ثانيه حكايه ال 3 مليون سجل؟ هتاخد كتير جدا، هتاخد كتير جدا. خد بالك البيانات لما بتكتر قوي العمليه بتعلق والدنيا بتهنج وفي نتورك بتاخد وقت كام ثانيه، يعني خد بالك النتورك ذات نفسها بتاخد كام ثانيه، مع ان انت لسه هتحط بقى البيانات على كذا جهاز، ممكن يكون جهاز بيبحث عن بتاع سواج وجهاز بيبحث عن بتاع جيزه. نام بقى نام، ده هتلاقي نفسك بتنام بجد يعني خلاص. لكن فكره زي اللي انا قلتها من شويه بتاعت الترتيب دي لا تفرق معايا جامد جدا، ده هيعدى على 5 6 سجلات من اللعبه كلها، هم 4 هيعدي بالكتير قوي على 6 سجلات، غير طبعا الاسلوب بتاعك. فاهم الفكره؟ ازاي تفكر في الموضوع ده؟ الفكره بتاعت الداتا ستراكشر هو اللعبه دي، هو اللعبه دي مع الالجوريزم. فبيقول لي تشوز اوف داتا ستراكشر از ديبندنت اون ذا كونتكست، بيقول لي اختيار داتا ستراكشر اسلوب بتاع الداتا ستراكشر بتاعك dependent on يعني بيعتمد على the context، يعني بيعتمد على سياق الموضوع، ما اقدرش حد يقول ان ده احسن من ده، لكن بنقدر نقول لو انت بتعمل كذا يبقى ده احسن، اما لو انت بتعمل كذا يبقى الثاني هو اللي احسن. فهمت الفكره؟ لكن هي مش ده احسن وخلاص، لان لو كان ده احسن وخلاص كنا خلاص طبقنا وخلاص الموضوع انتهى خلاص.
فبيقول لك مثلا للتوضيح الستاك is best هو افضل واحد when you want the elements to be accessed in last in first out order. لما تكون انت عاوز الاخير تاخده وتشتغل عليه على طول بيبقى دايما الستاك هو افضل حاجه تقابلك. خلاص فبيقول لك اللينكد ليست از ذا بيست او از بيست يعني هو افضل واحد وين ذير ويل بي ا نمبر اوف انسرشن انتو ذا داتا ستراكشر. لما تكون انت عارف عدد الحاجات اللي هتخش او عدد البيانات اللي هتخش فيبقى عندك لينكد ليست افضل واحده. لو انا عارف ان هم مش هم ال 20 واحد هم اللي هيخشوا هيتلعبوا معايا في اللعبه يبقى انت هشتغل لينكد ليست. مثلا اديك مثال للتوضيح فيقول لك لا ده كل واحده بيبقى فيها ايه ليها افضليه في وقت معين. طيب تعالى بقى ناخدهم واحده واحده كده. فبيتكلم مبدئيا عن الاريز بعد ما اتكلم بالتفصيل يعني ايه داتا ستراكشر عموما هيحاول ياخد نوع من اللي احنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل شويه. فبيتكلم عن الاريز بيقول الاريز ار وان اوف ذا سمبلست يعني واحده من اسهل اند موست وايدلي يعني وهي اوسع معرفه او هو اكتر معرفه بتستخدم الداتا ستراكشر ان كمبيوتر بروجرامز. يعني هو يعتبر اشهر حاجه بتستخدم فيها داتا ستراكشر هي الاري اذا ما كانش معظم الناس بتشتغلها اري. خلاص طيب بيقول الاري ان اني بروجرامينج لانجويج يعني الاري فكره الاري في اي لغه برمجه all share a few common properties بتبقى فيها شويه خواص معروفه ويبدا يرص لنا الخواص دي. ده بيتكلم عن الاري بمفهومها العام. خلاص فبيقول لي the contents of an array المحتويات الخاصه بالاري عاده stored in a contiguous memory. contiguous هنا يعني يقصد بها ايه حاجات متقاربه حاجات ايه يعني بتيجي في الذاكره بتيجي ازاي. انت عارف الرام في الذاكره بتبقى مجموعه من الخلايا مجموعه من السيلز فالمفترض ان المتغير يجي يعمل ايه هياخد خليه من الخلايا دي متغير تاني هياخد خليه من الخلايا دي خلاص اللي فاضيه قدامه يرزع فيها البيانات وخلاص. لا الاري ما تعملش كده. الاري دايما تيجي تقول لك ايه انت مثلا حاجز 10 تحاول تدور في 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 الرامه على 10 خانات ورا بعضهم تقوم حاجزاهم لنفسي. خلاص هي بتشتغل دايما بالاسلوب ايه بالاسلوب الترتيبي ده. انا كنت اول ما اخش قبل ما اخش في التفصيل بتاعت الاري يعني